لحد ما لقيت الرحمه بتقول لحضرتك ان هم رجال المطاف ورجال الشرطه بس. من حوالي الساعه 10 الصبح سيبنا البيوت وسيبنا الدنيا دي كلها. بنتكلم على الخاص ماشي. بتاع البنات احنا بنتكلم النهارده كل شقه النهارده في اكتر من 40 شقه، كل واحد مستوى عايش فيها، اكله وشربه ومستقبله فيها. مين ذنب مين؟ ذنب واحد. بيوت كلها مولعة، يعني هقول ايه؟ ولا حاجة سليمة في بيوتنا، لا هدوم عيال ولا بيت ولا أي حاجة. كله بقى كوم تراب. احنا قاعدين زي ما أنت شايف أهو في الشارع، هنعمل ايه تاني؟ هنقول ايه تاني؟ ما فيهاش كلام، هو حالنا يغني عن الكلام. طب وهتعملي ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، قاعدة في الشارع بتلات عيال. مش اول مره ده، وانا عم الساعه 9:30 و4 وكله بيدفع فلوس وبتعدي زي اكني اي مره وما حصلش حاجه. بيجي يعمل يصلح المصنع بتاعه من تاني، يحط حبه ازاز حبه سلك، بيأمن نفسه، لكن يأمن البشر والحاجات اللي جنبيه لا. انا اول واحده عامله عمليه نازله بجرحي، مش عارف هيحصل ايه. بيتي بيولع، بدل ما تخش من الباب بتخش من المصنع، الحيطان كلها انفجرت. بيت ابويا جنبه اهو، ما فيش حد بيطلع يقدر يطلعه. ليه الحيطان دابه؟ حاجات بنت عمتي عروسه هتخش الشهر الجاي، كل حاجتها بقت تولع، عفشها ومواسمها وكل حاجتها بتولع قدامنا. لا لبيب بقت تطير كده اهوت، واحنا مش عارفين نعمل حاجه. احنا مستنيين البيوت تقع واحنا نقعد في الشارع عشان هو يرتاح، ومفيش حد بيعمل حاجه. بعرضك هيدي فلوس ومش هيحصل حاجه.